الاتنين ضحية والواد ضحية. الواد غلبان غلبان فعلا. في ايه مالك؟ ابعدي عن الناس، ابعدي. انت بتخرب البيوت يا منى يا ابو شنب، حرام عليك اتقي الله، بطلي خراب في البيوت، لم نفسك شويه. وبنوجه بلاغ للنائب العام. لم نفسك يا منى يا ابو شنب، انا مش هسيبك، انا بقول لك اهو قدام الناس كلها انا مش هسيبك، وهقضيكي وهفضل وراكي وهلاحقك قانونيا لغايه ما اجيب حقي. طالبين مليون جنيه تعويض، وبنت بنتك دمها لسه ما نشفش. ان شاء الله يتحرق قلبك على اولادك زي ما احنا محروقين. يا رب. طلبنا مليون ولا طلبنا 10,000 مليون. اللهم امين. انت من ذكر الله يا منى يا ابو شنب. حسبي الله ونعم الوكيل. انت وليا عقلك، وانت متطرفه. انت وليا متطرفه. افكارها متطرفه. انت عايزه يتبلغ عنك النائب العام. والله انا ابلغ عنك النائب العام. ربنا ينتقم منك. ما بلغي النائب العام على قلبك على 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 عزم عندي. بلغي النائب العام على الهوا دلوقتي. انا ببلغ النائب العام. الست ديت تتشال من الدنيا بحالها. هي الست ديت متطرفه. لازم ابقى انا يا طول الوقت متعاطفه مع الاهل؟ لا انا مش متعاطفه مع اهل نيال. كل اللي يجيب سيرتنا باي حاجه وحشه يتحرق قلبكم على عزم عندكم. كل اللي يجيب سيرتنا يتحرق قلبكم على عز ما عندكم عشان تجربوا حرقه القلب. هم كل لو جربتوا حرقه القلب مش هتعملوا كده. انما لما يتحرق قلبكم على بنتك ولا على ابنك تحرموا تعملي كده. كل اللي عليها ان ده محمد يتيم من هو في ثالثه ابتدائي. محمد يتيم من هو صغير. حرام عليكم، حرام عليكم. شفت البنت عملت تعمل فيها ايه؟ في الاخر بتقولوا عليها كلام ليه؟ حرام عليكم. كل واحد عنده اخت وعنده بنت يرضى على بنته يتعامل فيها كده؟ تقول لا. حرام عليكم بقى، حرام عليكم. كفايه اللي احنا فيه والله. وبنطالب بسرعه تنفيذ الحكم يا جماعه عشان هيخرس اي لسان يتكلم. بنطالب بسرعه تنفيذ الحكم. والحكم علن. بسرعه التنفيذ. علن. لازم يتنفذ. علشان نخرس اي لسان يتكلم لان هم كلامهم كتر والصفحات كترت والناس عماله تلسن كتير. سرعه الاعدام عشان نخرس اي لسان يتكلم. واولهم الست اللي اسمها منى ابو شنب دي انا مش هسيبها وهلاحقها قانونيا على الكلام اللي بتقوله لان هي ما تعرفش حاجه وبتتكلم غلط. اللي اسمها منى ابو شنب ديت انا هلاحقها قانونيا لان اتكلمت عليها كلام لا يصح لا يصح. وهي حسبي الله ونعم الوكيل. اللي عندي يبقى عندها في يوم من الايام وتشوفه في عيل من عيالها. تشوف عيل من عيالها اللي هي بتعمله لان هي مش حاسه بينا. البني ادميه دي اللي عماله تتكلم اللي اسمها منى ابو شنب انا بقول عليها هو يا منى يا ابو شنب. إلهي يبتليك باللي فينا، إلهي يبتليك وحسبي الله ونعم الوكيل. حرام عليك اتقي الله. أنا لا قلت مليون جنيه ولا طلبت دي لبنتي. لو جابوا لي كنوز الأرض مش هيتسوي طفر بنتي اللي راحت. أنت ما تعرفيش عننا حاجة يا ست منى، أنت ما تعرفيش اللي فينا. ارحمينا حرام عليكي. ربنا ينتقم منك يا شيخة، ربنا ينتقم. كفاية اللي فينا بدل ما تطبطبي علينا وتقولي لنا كلمة. حرق قلبك على عزمك. اتقي الله، اتقي الله يا شيخة، اتقي الله عشان تعملي ترند قبل كده. بتقومي الناس، بتقومي الرجالة عشان يتجوزوا على ستاتهم. ايه في ايه مالك؟ ابعدي عن الناس، ابعدي. انت بتخربي البيوت يا منى يا ابو شنب.